الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم أبكت الجميع بعد إصابتها بالسرطان. اعرف تطورات حالتها الصحية. تصريحات حزينة للإعلامية نجوى إبراهيم: عندي 80 سنة وعندي سرطان وهموت قريب. نجوى إبراهيم بتكشف تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بمرض السرطان. قامت الإعلامية نجوى إبراهيم بالتأكيد على أن النفس أمارة بالسوء، وأيضا أن الدنيا دايما بتظهر على حقيقتها عندما تنطفئ جميع الأضواء على جميع النجوم الذين يعملون في المجال الفني والإعلامي وكل المشاهير، وهي تعد من أبرز التصريحات الأخيرة الخاصة بها. من خلال برنامج بيت العز أكلت نجوى إبراهيم على ردها في بعض التعليقات التي تنتقدها وتنتقد ظهورها بشكل مستمر. قالت الفنانة نجوى إبراهيم: عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة وعندي سرطانات وعاملة 7000 عملية وهعتزل وهموت قريب. هدوا نفسكم والنبي، والله مش عشاني، أنا مش جاي يا رب عيالي، أنا جاي فرحانة بيكم ومبسوطة بيكم وبتشرف بكلامي معاكم، حبوا بعض شوية وشغلوا العقل شوية. وتابعت قائلة: أول مرة أقرأ كومنتات كتير جدا على حاجة نزلت، يا نهار أبيض على اللي اتقال، ما تروحوا يا جماعة تتعالجوا، انتوا عايزين نعتزل؟ ما ضروري الواحد هيعتزل، هو هيقعد طول العمر يكلمكم، ممكن اعتزل الأسبوع اللي جاي لأني اتخنقت، بالراحة على نفسكم شوية. وقالت نجوى إبراهيم في برنامج بيت العز: الناس بتستكتر على غيرها الابتسامة، وليه لازم كل الناس اللي بتضحك يبقى عندها ملايين؟ ما تقولوا الحمد لله، يا رب ابقى زيه، وبسم الله ما شاء الله، ومن شر حاسد اذا حسد. انتوا ايه اللي يريحكم؟ اعتزل؟ كما كشفت الاعلاميه نجوى ابراهيم عن تطورات حالتها الصحيه بعد ان اعلنت اصابتها بالسرطان خلال تقديمها برنامجها الاذاعي بيت العز. اكدت نجوى ابراهيم انها ستجري فحوصا وتحاليل طبيه للتأكد مما إذا كانت قد تعافت من السرطان أم لا، حيث قالت في تصريحات صحفية: شكرا لكل الناس اللي سألت عليا وهعمل فحوصات وهطمن الناس. تزوجت الفنانة نجوى إبراهيم 3 مرات خلال حياتها، فكانت أول زواج لها من حارس المرمى للنادي الأهلي مروان قلفاني، وأنجبت منه ولديها ناصر وحكم، شاهد أبناء الفنانة نجوى إبراهيم. وهذه هي الصور التي وردت عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا وهما الآن في سن الشباب. تطلقت الفنانة نجوى إبراهيم من مروان كلفاني، وكان سبب الطلاق بينهم وجود الكثير من الخلافات، خاصة بعد اعتزال الكرة وعين مستشارا هذا تطلب منه الإقامة في نيويورك، فرفضت نجوى إبراهيم الإقامة هناك لارتباطها بأعمال فنية كثيرة في مصر، وهذا أدى إلى الانفصال. أما الزواج الثاني كان من المذيع الشهير أحمد فوزي، ثم انفصلت عنه بعد فترة ليست طويلة. أما زواجها الأخير كان من رجل الأعمال السعودي عاصم القزاز، وظلت لفترة متزوجة منه سرا إلى أن تم الإعلان رسميا عن هذا الزواج. ومن المعروف عن الفنانة نجوى إبراهيم إنها تحب أولادها جدا وبتعتبرهم كل حياتها، وبتعتبر نفسها رئيسة المنزل، فهي تحب فعل كل شيء وعمل كل شيء بنفسها، من الأعمال المنزلية المختلفة ومنظمة جدا في كل شيء. وتقول دائما إن الرجل لا يحب المرأة الذكية، ولكنه يحب المرأة النشيطة والنظيفة في بيتها، والتي تحافظ على شكلها ونفسها. وبالفعل استطاعت الحفاظ على شكلها وأناقتها وجمالها طوال هذه السنين، فهي تنام بشكل منتظم 10 ساعات يوميا، وتبتعد عن أكل السكريات، وتحب أكل الخضروات والفاكهة الطازجة وشرب المياه والعصائر الطبيعية للحفاظ على صحتها ورشاقتها. ولدت الفنانة الكبيرة نجوى إبراهيم في القاهرة. حصلت نجوى إبراهيم على المرحلة الثانوية العامة من مدرسة مصر الجديدة الثانوية بنات، ثم التحقت بكلية الآداب قسم الاجتماع جامعة القاهرة، وحصلت على درجة الليسانس. الفنانة والمذيعة الكبيرة نجوى إبراهيم تألقت ولمعت كمذيعة في التلفزيون المصري، ولها كثير من الجمهور المصري والعربي، وأحبها الكثيرون من الأطفال والكبار. بدأت بعملها كمذيعة في التلفزيون المصري عام 1965، وقدمت العديد من البرامج التلفزيونية الهامة والناجحة والتي كان لها جمهور عريض ينتظر موعد عرضها. من هذه البرامج الناجحة برنامج 6 على 6، برنامج صباح الخير يا مصر، واخترنا لك، وبرنامج
فكر ثواني ويكسب دقايق الذي استمر عرضه لأكثر من 5 سنوات على التلفزيون المصري، وكان ينتظر عرضه المشاهدين، وأيضا برنامج فرح كليب وبرنامج الحياة، أيضا برنامج للأطفال الشهير برنامج عصافير الجنة، وبعدها برنامج صباح الخير والمعروف باسم برنامج ماما نجوى. كان يعرض على التلفزيون المصري كل يوم جمعة صباحا، وكانت تقدمه مع الشخصية الشهيرة بقلز، وهي شخصية من العرائس، وكان يقوم بتحريكها والصوت الخاص بها الفنان الراحل سيد عزمي. وحقق هذا البرنامج جماهيرية كبيرة من الأطفال والصغار، وتعلقوا وأحبوا شخصية بقلز. في عام 1998 عينت نجوى إبراهيم رئيسة قناة النيل للأسرة والطفل، ثم بعدها عملت في قناة دريم الفضائية، وعرض عليها برنامج على قناة روتانا الفضائية بدلا من الإعلامية هالة سرحان، ولكنها رفضت ذلك، ثم غابت لعدة سنوات عن الشاشة كإعلامية، ثم عادت وقدمت آخر برنامج لها وهو برنامج بيت العيلة على قناة النهار الفضائية، وحقق البرنامج نسبة مشاهدة عالية. تدرجت في المناصب الإعلامية وكان لها شخصيتها الإعلامية المتميزة، واستطاعت الحصول على لقب المذيعة المثالية على مدار 11 عاما على التوالي. وأيضا عام 1995 حصلت على لقب المذيعة التلفزيونية الأولى في العالم العربي. ندعو الله بالشفاء العاجل للإعلامية والفنانة الكبيرة نجوى إبراهيم.